اليوم مشكلتنا مو بالصمت العربي ولا مشكلتنا بالصمت الإسلامي. مشكلتنا اليوم أنه بداخل الصف أكو ناس مرجفين، مشككين، خائفين، يدعون المقاومة إلى الاستسلام، وبعدين يقول لهم انتظروا الإمام الحجة المنتظر عليه السلام للظهور، لكن ما عنده كلمة واحدة يطالب بها العدوان بإيقاف هذا العدوان أو القليل النصرة بالكلام، بالعكس يطالب بالاستسلام. شنو رأيك بهذول الناس؟ هذا الفريق نفسه اللي اتهم الجمهورية الإسلامية بأنها سبب في تشنج هذه المنطقة وسبب في دعم الفصائل وسبب في جر المنطقة إلى حروب مع الكيان الصهيوني، نفس الفريق الذي يشكك على أن الجمهورية الإسلامية تقف وراء هذه الأزمات، اليوم نفس الفريق يقول أين إيران من هذه الفصائل. أنا أسأل، الصواريخ التي وصلت اليوم إلى حيفا بمعية من وبمساعدة من استطاع حزب الله وكذلك الفصائل الفلسطينية أن تصل لهذه المنطقة؟ أنا أعتقد هنالك جبهة تتعمد دائما الحط والتقليل من قيمة المواجهة. ولو عدنا إلى أكثر رأي متعقل هو رأي المرجعية، جل احترامي لباقي الآراء الحكومية والشعبية، المرجعية عندما زار باب الفاتيكان المرجعية الدينية قبل عامين، نتذكر اللقاءات السبعة أنه السيد السيستاني أكد على الاحتلال وللشعب الفلسطيني حق التحرر والمواجهة، يعني المرجعية تدعم حق المقاومة، وبالتالي المقاومة حق. عندما نواجه كيان لا يضع أي معايير للإنسانية أو أي معايير للقوانين الدولية أو حتى لقوانين السماء، قطعا نحن أمام عدو لا يمتلك الشرف. فبالتالي ما يتعرض إلى لبنان وفلسطين أنا أعتقد هذه وحشية طبيعية وليست مفاجئة. أنا أستغرب أن هنالك من يستغرب أن هنالك خسائر كبيرة وكثيرة جدا. أقول 70 عام الشعب الفلسطيني يسلم لهذه الخسائر ويترك الأرض، ويترك الأرض إلى أن صارت تقريبا 75% من الأرض الفلسطينية بيد الكيان الصهيوني. لكن غزة استطاعت أن تتحمل ما تحمله الشعب الفلسطيني خلال 70 عام من خلال قوة السلاح المستخدم، ولا زالت غزة اليوم صامدة.